كوكو البنات، مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي اللي هي يقود. اليوم جيت لكم بواحد الموضوع كنتو كثرات لي سولتوني، واش جربت الكريم ديال دوسيا بلس؟ فعلا خديته من الفارماسي، سولت عليه الفارماسي وخديته وجربته تقريبا 15 جور. صراحه النتيجه زوينه بزاف، عجبني. هو في حق pour les bébés ou là les tarsi maintenant ou là après la cire, voilà ça va être sami. Même si vous allez à la pharmacie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une méthode de zinc qui est qui تصفاول الوجه وتصفي الوجه. انا ما عنديش المشكل تقريبا في لابو ديال الفيزاج ديالي، لانه ديجا كنستعمل دي برودوي دي كريم افريكان ومن غير لي برودوي افريكان فوالا كنستعملهم اللي عطاوني نتيجه هائله للفيزاج ديالي. مي ملي جربت دوسيا بلس هاد 15 جور لي في فريمون لقيت واحد الفرق، تزاد الحقيقه النضاره ديال لابو ديال الفيزاج ديالي، تزاد البياض ديالو، يعني تزاد تصفى اكثر. يعني فرحت في الحقيقه بالنتيجه اللي عطاتها لي هاد دوسيا بلس. هو على هاد الشكل هكا، انا مصور فيه واحد لابان، يمكن وي لابان، اكسيون بروتيكتريس ادوسيسانت اي سيكاتريسانت. يعني زوين بزاف صراحه، غزال. بغات تجربو غير تجربو، صراحه انا عجبني وكيعطي نتيجه سريعه، يعني بوندون 15 جور، يعني قل كاع، يعني شي 13 جور هكايا، يعني تقريبا بالي الفرق. كنستعملو بالليل، تنغسلو في الصباح بالصابون ديالي اللي غادي نهضر لكم على لي صابون ديالي اللي كنستعملو اللي نقدر ننصحكم بهم لي في فريمون توب توب. هاد الكريم يعني غير خذوه استعملوه ابري لا سير، ولا ديروه كيف ديروه على شكل كريم بالليل، وتغسلوه بيان سور مزيان في الصباح. كنأكد غسلوه مزيان في الصباح وديروا لي كرون سولير ديالكم، عاد خرجوا به للشمس، لانه تقريبا بحالو بحال لي برودوي افريكان ولا لي كريم افريكان. فوالا خصك يعني ما كيستعملش ما كيتوافقش ولا ما كيتوالمش مع الشمس. دونك فوالا لي في، ما عندي ما نقول على هاد الدوسيا انه مزيان بزاف، غير فونسي لي زيو فيرمي لي في. فوالا ما نقدرش نزيد عليه اكثر، هو مصيب المواد اللي مزيانه لابو. فوالا حتى الترطيب كيرطب وكي يعني كيرطب، كيحيد بزاف المشاكل كاينه في الفيزا صراحه. فوالا ما نقدرش نزيد لكم اكثر من هكا لي في. فوالا مزيان بزاف، استعملوه. فيه ماده ديال الزنك هي اللي كتساعد على ان لابو ديال الفيزاج ديالك يعني يصفى ويتحيد منه هذوك الشوائب، ولا حتى لي سيكاتريس القدامين ديالكم اللي فيك يقدر يحيدهم مع المده بيان سور. فوالا ما عندي ما نقول على هاد دوسيا بلس، هو انه مزيان بزاف صراحه، مزيان. انا لاحظتها غير في 15 جور، لاحظت بانه فعلا فوالا مزيان مزيان. فوالا تو سامبلومون كاين اللي كيوافق حتى لحب شباب. انا سولت بزاف البنات، سولت الفارماسي ديالي، قالت لي راه كاين يعني موضوع حتى دوك الحبات الصغيره اللي تينوضوا لي بيبي ولا هذا، كيكونوا في الفيزاج ديال الناس الكبار حتى هما، يعني كيقضي عليهم وتيحيدهم مره. يعني صراحه كيعالج بزاف ديال المشاكل، منها حب شباب يعني وحب العرق، يعني الا كان فيك حب العرق يعني حتى هو كيتحيد، كيحيدوا هاد دوسيا بلس. فوالا بغيف ما نقدرش نزيد لكم سوى انه التوب اللي بغات تستعملوه غير تستعملوه بعينيها مغمضين عن تجربه. فوالا وغنبقى نستعملو دائما لي في، انا عجبني بزاف. فوالا فوالا فوالا. دونك لي في كنتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو هادي، الى عجبتكم بيان سور بوس بلو، كومونتير، بيزو بيزو، يا لا بروشين.